ندعو احترموا القدماء، احنا رانا ضحيه. بمناسبه الذكرى 57 لتاسيس الشرطه الجزائريه المصادفه ليوم 22 من كل سنه كاحتفاء دأبت عليه مصالح امن ولايه الجزائر والامن خاصه والامن الوطني عامه، ورسخته تقليدا كل سنه كمحطه يمازجها التشجيع الخالص. نقول ان مصالح امن ولايه الجزائر نالت نصيبا بلغ منسوب 826 ترقيه مست قوات الشرطه، فضلا عن ثلاث ترقيات مست اعوان شبهيين باعتبارها اداه معول عليها في انفاذ المأموريات في ظل الراهن من الاحداث التي تشهدها جزائرنا الغاليه، بالاخص نشوه الفرحه التي مست ربوعها بعد افتكاك منتخبنا الوطني التاج الافريقي عن جدار.